ده اصحابي بالمقادير، عندي بيضة وهضيف عليها 2 معلقة كبيرة بودرة الكريم كراميل، اهو كريم كراميل بودر 2 معلقة كبيرة، وهضيف اصحابي 2 معلقة كبيرة سكر بودر اهو، ورشة فانيلا يعني حوالي معلقة صغيرة، ورشة ملح اهو يعني حوالي ربع معلقة، لازم نسوي كل نضربهم حتى يختلط اهو. هنا اصحابي بعد ما خلطنا الكريم كراميل والبيضة والسكر، هنضيف 2 معلقة كبيرة نشا اللي هو الكورن فلاور، 2 معلقة كبيرة اهو، وهضيف 1/2 كوب زيت، وهنخفق بس نتأكد ان النشا كده دوبناه عشان ما يطرش علينا في كل مكان، بعدين نشغل المضرب. هنا اصحابي خلاص الخليط كده اندمج، هنبدأ بقى نجيب الطحين ونخلطه بايدينا. هنبدأ اصحابي، انا معايا 1/2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، هضيفها على اول كوب طحين اهو بسم الله، وهنصفي الطحين وهنشوف كمية الطحين اللي هتاخدها لان حسب ما تلم معانا العجينة. هنبدأ بكوب بسم الله، وهبدأ اصحابي نلم العجينة بايدينا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، حتى تجمع معانا العجينة. هنضيف اصحابي حوالي، هبدأ بكوب الا ربع كمان اهو، ونجمع العجينة ونشوف بسم الله. انا سويتها من قبل، مرة اخدت 2 كوب ومرة اخدت 2 كوب الا ربع، فطبعا كل مرة حسب نوعية الطحين بتختلف. اهو اصحابي خلاص كده لمت العجينة اهي، شايفين كده، شايفين اهي جمعت في ايدي التانية، شايفين العجينة طرية وتحفة. هجمعها بقى، هسلك اللي في ايدي هذا اهو، شايفين بيطلع بمنتهى السهولة، ونبدأ نشوف التشكيل اهي. شايفين قوام العجينة طرية كأنها مثل الزبدة بالظبط اهي. هنا اصحابي هبدأ اخد العجينة وحسب حجم الكوكيز او السابليه اللي انتوا تحبوه، وهسويها كرات تقريبا كلها بنفس المقاس، ونرجع اهو مثل ما انتوا شايفين. يعني هي اخدت معايا 2 كوب الا ربع، يعني 1/3 كوب طحين. تبدأي بكوب وكوب ونص، وتشوفي النص ما تحطيش الكوب التاني كامل، تحطيه حسب نوعية العجين. هكورهم ونرجع. هنا اصحابي هناخد صينية ونحطها في ورقة زبدة، او اللي ما عندوش ممكن يحطها في دقيق، وهذا القالب بتاع الوردة اهو، بنحطه في الطحين عشان بس ما يلزقش، وبعدين نخرج الطحين الزايد اهو بهذه الطريقة. وهناخد كورة مثل ما انتوا شايفين، وهنضغط بسم الله اهو، احنا ضغطنا هنفتح اهو، عطتني شكل الوردة. هسويهم كلهم بنفس الطريقة ونرجع نشوف الخطوة التانية مع بعض. هنا اصحابي انا اخدت 2 معلقة مربى برتقال، وضفت عليهم 4 معالق سكر و2 معلقة عسل كلوكوز او كورن سيرب، وهخليهم حتى القوام يتقل، وبعدين هاخد جزء اضيف عليه عطر الفراولة وملون غذائي احمر، وهضيف على جزء تاني لون اخضر وعطر الفستق او عطر اللوز حسب المتوفر عندك. هغليه حتى القوام يتقل ويكون تقيل يعني، ونشوف الخطوة التانية.
اهو اصحابي شايفين القوام، وهو طبعا لسه سخن، فلما يبرد هيتقل، هقسمه بقى واضيف عليه الملون الغذائي والنكهة اللي هو مثل الفراولة والفستق او اللوز، ونرجع نشوف الخطوة التانية مع بعض. انا صحابي بعد ما شكلنا الحلوة هنجيب اي حاجة، يعني اي حاجة دائرية هنحطها في الطحين عشان نعمل بس تجويف في مكان الوردة اهو كده، هنضغط بس عشان نسوي تجويف اهو. هدخلهم على فرن 160 في الرف اللي في الوسط حتى يتحمروا وياخدوا لون حلو، ونشوفكم لما يخرجوا ان شاء الله. هنا اصحابي الكوكيز او السابليه خلص، وشايفين اخد لون تحفة. طبعا بقى هبدأ اعبي الفراغ، هذا الفراغ انا عملت باللون الاحمر والاخضر و الاصفر على طعم البرتقال اهو شايفين. هناخد جزء من اهو، هنعبي الفراغ بكل الالوان مثل ما انتم شايفين كده، ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. ورجعنا اصحابي بعد ما حبينا الفراغات بالالوان احمر واورنج واخضر، طبعا تحبوا تقدروا تحطوا شوكولاتة نوتيلا او كراميل، والصوص الكراميل اللي عملناه قبل كده موجود في القناة. وصفة سهلة وسريعة، وصدقوني بيدوب بيدوب في التوم ان شاء الله هتجربوه. ولو مش متوفر عندكم القطاعة طبعا تقدروا تشكلوه بأي قطاعة موجودة عندكم. وطبعا الصنف ده من عند حبايبنا في الجزائر، بنبعت لهم ألف تحية، هما ما شاء الله عليهم شاطرين في الحلويات الجافة الصبليهات والحاجات، فبنبعت لهم ألف تحية لحبايبنا وأهلنا في الجزائر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايكات وشير، وما تبخلوش علينا باللايك والشير وكومنت حلو تحت الفيديو. اشوفكم فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت اصحابي اللي عطوني 40 حبة، 40 حبة بسكوت، لو تحب تلزق الاتنين مع بعض بالمربى برضو هيمشي، بس لو فرديين عطوني 40 حبة بسكوت. سلام عليكم.